موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى خمسة واربعين درجة تحت الظل خلال يومي الخميس والجمعة الوبانية الوداعنيا نمديا الجلفة المسيرة البويرة بجاية ميلا قسنطينة باتنس وقهراصت بساوية خنشية النشرية الخاصة الثانية موجة حر بتسجيل درجات حرارة تتعدى تسعة واربعين درجة مئوية تحت الظل خلال يوم الخميس والجمعة الوادي تقرت والمغير ونشرية خاصة ثالثة تحذر من موجة حرارة تصل أو تتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت أدرار تيميمون عين صالح بورج بيجي مختارة وولاية وركلان